السلام عليكم حلواتي، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير. فيديو اليوم نحاول نتقاسم معكم فيه اخر مشترياتي من اكسيون. البنات اللي متبعيني في سناب شات شافوا هذا الشيء مقسم، فطلبوا مني اني نوضعوا لهم في فيديو مستقل حتى توضح لهم الرؤيه اكثر. قبل من هذا ما تنسوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ابوني سبسكرايب اشتراك، ضروري ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبه، تأكدوا أنه تغيروا أصبح بهذا الشكل. وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر إعجاب واللايك جام كذلك أسفل الفيديو. ومرحبا بأسئلتكم واقتراحاتكم، وضعوا لي أسفل الفيديو وإن شاء الله نجاوب عليها. بالنسبة لأول حاجة خديت من أكسيون هما هاد الكؤوس الزجاجية. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش الاكسيون، اكسيون هو شان ديال لي ماغازا، تيتباع فيه تقريبا كل شيء ما يخص، فيه ملابس، فيه مكياج، فيه هكا اللواني، في كل ما كتحتاج السيده اثمنه في المتناول. بالنسبه للاكسيون راه متواجد في اوروبا، يعني جوبونس اوروبا كامله، لانه تلقاه في المان في فرنسا. بالنسبه للكاليتي ديال الزاج فهي رائعه جدا، تيجيو متان تقال، الزاج ديالهم صافي. هذا فيما يخص الكؤوس ديال الخاصين بتقديم العصائر. خديت هاد لي باي لانه ديما بنتي تتوترهم ليا، سوا لي باي سوا المعالق الصغار، ديما عندي مشكل، عندي نقص فيهم. خديتهم هكا كولوري، فيه بزاف الالوان، فيه الغوز، الفير، البلون روج، يعني السيده تاخذ الكولور اللي حبات. خديت هاد الشميعه فيها البارفان غزاله بزاف، يعني حتى الكاس ديالها تيجي مزخرف ونقيقي، وفيها البارفان بخلاف ان الكولور ديالها غزال، وانا تيعجبني الاحمر راه بارفيمي. خديت هاد لي كيسات الخاصين بالكاب كيكس او المافن، وخديت معهم هذاك الكوردون بنفس الزواقه، تيجيو هكا كولوري غزلان بالنسبه للحفلات ديال اعياد الميلاد. غادي تلقاو كذلك هذا المقشر للجسم او غوماج بودي سكراب حمام، كيف ما قلت لكم كتلقاو فيه كلشي حتى الكوزميتيك. صراحه انا ما كنزعمش على الكوزميتيك منه بزاف، لكن قلت بوكوا با ما نجربش. انا كنشوف البنات بزاف في اليوتيوب تيجربوا منه. الريحه ديال هاد القماش غزاله جدا، وتيقوم بالعمل ديالو، يعني تيقشر الجسم بشكل ممتاز. هذا هو لا تيكستور ديالو. كاينين عدة اشكال، غير انا خديت هاد الاصفر والازرق، يعني كاينين روائع على حسب محبات كل سيده. كذلك خديت هاد القريعات، تيجيو لي سبور لي سموسي، ممكن ديروا فيهم الديتوكس ديالكم. انا عندي كؤوس على راكم شايفينهم عندي في لي فيديو، كؤوس بنفس الشكل وفيهم الغلاقه، ولكن الغلاقه متقوبه وفيها الباي، لكن حبيت نغير وخديت هاد القريعات. خديت كذلك بريكات لوكاو بارفو كنحتاجهم فاش كنبغي نعمل باربيكيو. خديت هاد لي تروك راه ما تيتباعو كتير في المواقع الاسيويه بحال بانغود وعلي اكسبريس، الثمن ديالهم بسيط جدا، تيجيو بالقلم ديالهم في الغوز، يعني تكتبي فيهم اش ما حبيتي وتتلصقيهم في المكان اللي حبيتي. وحتى القلم يعني الحاجه اللي كتبتيها ممكن انك تمسحيها، وتيجيو معاهم هذوك الخويطات باش الا ما حبيتيش تلصقيهم يمكن لك تعلقيهم بهذاك الخويط ديالهم. وكيف ما قلت لكم راه القلم تيتمسح فاسيلمو، يمكن لك تمسحي وتعاودي تكتبي. خديت في القلم الغوز، كاين قلم ابيض كاين قلم ازرق، يعني على حسب الذوق.
كذلك خديت هاد العلاقات تيجيو جوج في الاسود وواحده في الغوج، يعني يمكن لك تلصقيهم في اي مكان كيف ما حبات السيده. ممكن السيده تعملهم في المطبخ ديالها، ممكن تعملهم في الحمام، في لي شومبر، يعني متعددين الاستعمال، وحتى لي كولور ديالهم ستاندر. الاسود تيمشي مع كل شيء. خديت هاد لي مانييت في لي كولور، تيجيو في الكبير وفي الصغير، يعني تتلصقهم في الثلاجة، سواء تتلصقي بهم لي فوتو ديال وليداتك، لي فوتو ديال الناس العزاز عليك في الثلاجة، ممكن تلصقي فيهم المذكرة ديالك، ممكن غير ورقة بسيطة تكتبي فيها لي كورس اللي محتاجة، يعني تيقبطو في الثلاجة بشكل ممتاز، وحتى لي كولور ديالهم مانيفيك. خديت هاد لي كليبس، تيجيو على شكل الشكل اللي مرسوم فيهم، وهو شكل ديال كاطو دانيفيرسير، يعني تتقبطي بهم اي حاجه حبيتي، ممكن تعمليهم حتى في الكاس، ممكن الا تعمليهم يعني متعددين الاستعمال. عدي هادو يعني شويه تتشوفوهم نوتر ما مزوقينش، لكن الاخرين مزوقين، ممكن تقبطي بهم حتى بلاستيك بافوا ملي تتفتحي شي علبه وما تستعمليش داكشي اللي داخل فيها كامله به، يمكن تقبطي بها البلاستيك ديال لي بات او غيره. بالنسبه لهاد الباسوار فهذا خديته من اوشون الصراحه، ما خديتوش من اكسيون، ديال سكر غلاس او الدقيق تتغرب لي بيه، حتى هو غزال جدا في الاستعمال ديالو، كيسهل على السيده بزاف الاشياء. كذلك خديت هاد لي ستيكرز، يمكن السيده تلصقهم في النسبريسو، في لي بلاكار ديال لا كوزين، يمكن تلصقهم في الغرف ديال الاطفال ديالها، يعني الحوايج التام اللي خاص بالمطبخ تعملوا سواء في الثلاجه في لي بلاكار. مع اني انا ما كنحبش بزاف الالوان وبزاف الاشكال في المطبخ، يعني ما قل ودل، بالنسبه لي غادي نعملهم غير في الكؤوس، يعني غنزين بهم غير الكؤوس ديال الاستعمال اليومي، وابخي غادي يزولوا لان الثمن ديالهم بسيط جدا، غير باش نغير شي شويش من الشكل ديال الكيسه اللي كنستعمل. كذلك خديت هاد سيباس دو طابل، ولكن تتوضعي عليه الاواني تيتستقطرو وباش ما يتزلقوش ليك. كذلك خديت هاد المجموعه ديال التنظيف، تجي فيها هاد لابغوز، الكولور ديالهم غزال بالتركواز، تقريبا خديتها ما عرفتش واش ب 5 اورو ولا ب 6 اورو، يعني فيها 5 بياس، فيها الشطابه، فيها البالا، فيها هاد لي تروك كاملين اللي غادي تشوفوا معايا. انا عجبني اللي اثرني اكثر هو الكولور، يعني انا تيعجبني الاحمر وعندي الاحمر بزاف، لكن حبيت اني نشونجي شويه بهاد التركواز. تجي فيها حتى هاد البغوص، هذا هو الشكل الثالث، يعني الكاليتي ديالهم غزاله، الكولور غزال، وحتى فيزافي لو بري الثمن ديالهم رخيص. هادي الشطابة يعني تتركبي ليها العصا ديالها، تيجي ست اسورتي مع بعضياتو، خمسة ديال لي بياس بنفس الكولور. وهادو لي بياس ديال العصا ديالهم تيركبو واحد في واحد. بالصدفة وجدت هاد لامونتر وعجبتني، كيف ما قلت لكم تتلقاو فيه كل ما يخص المنزل، ميم الكوسميتيك، ميم الحوايج، ميم كل شيء، حتى لي جوا ديال الدراري الصغار تتلقاوهم. خديت هاد الايلاينر جيل ديال ماكس اند مور،
صراحه ابليكيتو غزال، اللون ديالو فونسي كريمو. خديت هاد لي بوني ديال الراس، يعني ملي تنعمل بارفوا ماسك احسن، يعني ما كنبقاو نغلفوا الشعر ديالنا بالبابي سيلفيريزي، من الاحسن تنعمل هاد لي بوني انفو بور توت. تجاو ثلاثه ديال لي بوني، كاين هادي لي بلو بوطون، كاينه غوز وكاينه اورانج. وخديت هاد لي فيرني كيف ما شفتوا، وحده في الدوغي، وحده في الارجنتي، وحده في الاحمر من ماكس اند مور كذلك. غادي نحاول نوريكم الشكل ديال وحده فيهم. وبالنسبه للاخوات اللي انتريسيو عجبتهم شي حاجه فيمشيو للاكسيون، يعني انا هاد الشيء خديته ميم با دابا توجور، يعني اكيد باقي لي زارتيكل موجودين. خديت هاد الجبانات يعني على قبل لي سوب ديال العشيه، خديت وحده في الغوز مكتوبه فيها بوطاج دي جور. ممكن تعملي فيها سيريال الصباح، ممكن تعملي فيها سوب كيف ما قلت لك، يعني متعددين الاستعمال. خديت وحده في الغوز، وحده في البلو، وحده ليا، وحده بور مون ماري. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذوك لي سيت اللي خديت زرق. هذا هو الشكل ديالهم ديال الكرتونه من على برا باش يوضحوا لكم الصوره بشكل اكثر. كنتمنى البنات يعجبكم فيديو اليوم، تكونوا استفدتوا منه ولو بشكل بسيط، والبنات اللي في سناب شات يكون عجبهم لا فيديو. كنشكركم حبيبتي لمتابعتي للاخر، عند اي سؤال اي استفسار تفضلوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليه. شكرا.